بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن هذه الآيات الكريمات جاءت في سياق النكاح، وقد بين الله في هذه الآيات النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن على بعض الناس، على بعض الأزواج، على بعض الرجال. هذه الآيات تحكم الاستثناء. تسمى هذه النساء المذكورات في هذه الآيات المحرمات من النساء، محرمات من النساء، وهن على ثلاثة أقسام: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، والسبب ينقسم إلى قسمين: سبب الإسحاق أو سبب الرضاعة. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نهى الله سبحانه وتعالى الأبناء أن يتزوجوا من زوجات آبائهم الذين سبق أن عقدوا عليهم،
سواء طلقوهن أو ماتوا عنهن، سواء دخلوا بهن أو لم يدخلوا، جرد العقد من الأب على المرأة يحرمها على ابنه دائما تحريم الموافقة. ولهذا قال: ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا ما نكح آباؤكم، أي ما تزوجه آباؤكم. وهذا يشمل الأبناء وأبناء البنين مهما نزلوا، كما أنه يشمل الآباء والأجداد وإن علوا، لأن الجد يسمى أبا. فتحرم على المسلم المرأة التي تزوجها أبوه أو جده، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل النهي أو في الجاهلية، فإنه معفو عنه. أما من حين نزول الحكم بالتحريم فلا يجوز، لا يجوز للابن أن يتزوج من زوجة أبيه، وهذا في إجماع المسلمين. ومن استحله فقد كفر، من استحل زوجة الابن زوجة أبيه فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام. ولهذا لما تزوج رجل امرأة أبيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يقتله، أرسل إليه من يقتله لأنه مرتد عن دين الإسلام، إلا ما قد سلف قبل تحريم قبل الإسلام فإنه معفو عنه. وإلا هنا بمعنى لكن استثناء منفصل كما يقوله علماء العربية، استثناء منفصل بمعنى لكن، أي لكن ما سلف معفو عنه. ثم بين سبحانه العلة في هذا التحريم، فقال: إنه كان فاحشا، أي قبيحا متناهيا في الطرق. تزوج الولد، تزوج الابن زوجة أبيه فاحشة، أي قبيح متناهيا في الطرق. ومقتا، أي بغضا من الله، والله يبغض من فعل ذلك، والمقت هو أشد البغض. وأيضا هو مقت بين الابن والأب، لأنه من المعلوم الغيرة بين الأزواج، فإذا تزوج الابن زوجة أبيه حصل عند الأب بغض للابن، وحصل عند الابن بغض للأب. والشرع جاء بتحريم البغض بين الأقارب عموما وبين بين المسلمين عموما وبين الأقارب خصوصا، إلا بحق. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، علل بثلاث علل. العلة الأولى إنه كان فاحشا، العلة الثانية إنه كان مقتا، العلة الثالثة أنه ساء سبيلا. ساء سبيلا أي طريقا
مسرا وساء تزوج الابن لزوجة أبيه ساء سبيلا, ساء هذا العمل سبيلا وطريقا في النكاح ما يترتب عليه من المفاسد. هذه واحدة من المحرمات بالصهر. ثم بين سبحانه وتعالى عداد المحرمات فقال حرمت عليكم أمهاتكم, أي نكاح أمهاتكم, فلا يجوز للابن أن يتزوج أمه ولا يجوز له أن يتزوج جدته من قبل الأم أو من قبل الأم لأنها أم, الجدة أم, فلا يجوز للابن أن يتزوج أمه. حرمت عليكم أمهاتكم, وأخواتكم, أي وحرمت عليكم, من الذي حرمها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وبناتكم, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم, سواء كانت بنت للصلب أو بنت الابن أو ابن الابن مهما نزلت فإنها حرام على أبيها على جدها وجد جدها. وبناتكم, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, أخواتكم شقيقات أو لأب أو لأم, تحرم الأخت على أخيها النسب. وأخواتكم وعماتكم, أخوات الأب, أخوات العمات, أخوات الأب أو أخوات الجد مهما علت فإنها حرام على ابن أخيها. وعماتكم وخالاتكم وهن أخوات الأم, أخوات الأم شقيقات أو لأب أو لأم, خالاتكم وكذلك خالات الأم. عماتكم يشمل عمات الشق وعمات الأب وعمات الجد وإن علونا, والخالات يشمل أخوات الأم وخالات الأم. خالاتكم وخالاتكم. ثم بين المحرمات الرضاعة, وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, فمن أرضعت طفلا أنت رضعات في الحولين فإنه يكون ابنا لها, يكون ابنا لها من الرضاع. وكذلك أبناؤه مهما نزلوا يكونون أبناء للمرضعة, الابن وابن الابن إلى آخره, فينتشر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه مهما نزلوا. وتحرم عليه أخواته من الرضاعة, وأخواتكم من الرضاعة, أخواتكم من الرضاعة. بنات المرضعة تحرم على المرتضع لأنهن أخواته
من الرضاعة، وكذلك بنات زوجها من غيرها إذا كان من له اللبن وهو الزوج، وهو الزوج له زوجة أو زوجات أخريات ولهن بنات، يحرمن على من ارتضع من واحدة منهن. وهذا ما يسمى بلبن الفحل. وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، هذا ما جاء في القرآن. وجاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والعمة والخالة من الرضاع، ومنهن يحرم. فيحرم، هذه قاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، هذا بالإصهار، أمهات نسائكم. فإذا عقدت على امرأة، إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها بمجرد العقد، سواء دخلت بها أو لم تدخل بها. أمهات نسائكم أي زوجاتكم، تحرم أم الزوجة على زوج بنتها، والجدة جدة الزوجة، وجدة الجدة إلى آخره. أمن على من عقد على البنت، تحرم جميع أمهاتها. وأمهات نسائك أي زوجاتكم وربائبكم، يحرم عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها، فإنما تحرم إذا دخل بأمها التي دخلتم بهن، أي خلوتم بهن أو وطئتموهن. أما مجرد العقد، إذا فارقها بعد العقد ولم يدخل بها، فإنها لا تحرم بنتها عليه، لأن الله شرط لتحريمها الدخول، وقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في أن تتزوجوهن. وأما قوله في حضوركم أي في كفالتكم، التي في كفالتكم، لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون عند زوج أمها في كفالته، في حجره، يعني في كفالته. وهذا القيد لا مفهوم له، إنما هو جاي على الأغلب. فإذا دخل بأمها حرمت عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. هذا قول جمهور أهل العلم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح أي لا حرج عليكم أن تتزوجوهن، فلا تحرموا الربيبة إلا بشرطين: العقد والدخول. العقد والدخول. ثم قال
وحلائل أبنائكم، أي يحرم عليكم زوجات أبنائكم، سواء أبناء سواء كانوا أبناءكم من الصلب أو ابن الإبن أو ابن ابن الإبن مهما نجد. فزوجة الإبن حرام على أبيه، أنه محرم لها. حلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم. ذات أبنائكم، والمراد الأولاد أبنائكم من الصلب. أما أولاد التبني لا تحرم زوجاتهم على سادتهم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة مولاه، وأبطل الله التبني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يخرج بذلك ابن التبني الذي كان في الجاهلية، وكان العتيق ينسب إلى معتقه ويكون ابنا له، فلا يتزوج زوجته لأنه ابن له عندهم. أبطل الله ذلك بقوله الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وأختها بعقد في مجلس واحد، عقد على كل واحدة منهن في مجلس واحد أو متعاقبا. إذا تزوج أختها لا يجوز له أن يتزوجها ويجعلها مع أختها، يزوجها ويجعلها مع أختها، لا يجوز له. لما بين النساء من الغيرة، لأن هذا سبب لقطيعة الرحم. النساء إذا كن تحت زوج واحد يحصل بينهن غيرة وبغضى فيما بينهن. وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في القرآن. وجاءت السنة الصحيحة أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والسبب لئلا تحصل قطيعة رحم وغيرة بينهن. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم فإنه معفو عنه. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما لما سلف. أما بعد نزول القرآن فلا يجوز هذا. إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال والمحصنات من النساء، أي يحرم عليكم المحصنات من النساء. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات. المرأة إذا كانت في حكمة زوج فلا يجوز لأحد أن يتزوجها وهي في حكمة زوج. المحصنة هنا المراد بها المزوجة، لأن الإحصان له عدة معاني، منها التزويج، منها الحرية، منها العفة. الإحصان له عدة معاني وهذا منه، وهو التزويج. المحصنات من النساء. ثم قال إلا ما ملكت
أيمانكم يعني في السبي في الجهاد في سبيل الله. فإذا حصل سبي للنساء لأن الشرع المشروع أن النساء والأطفال نساء الكفار وأطفال الكفار لا يقتلون لأنهم ليسوا مقاتلة فلا يقتلون. ويقولون ملك يمين للمسلمين المجاهدين ملك يمين للجهاد في سبيل الله. فإذا دخلت المرأة المزوجة من كافر في ملك يمين مسلم الجهاد فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلا ما ملكت أيمانكم. عرفنا معنى ملكت أيمانكم. فإن المرأة التي سبيت ودخلت في ملك اليمين ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر فلمن آلت إليه من المسلمين لمن آلت إليه من المسلمين أن يتسرى بها لكن بعد الاستبراء بعد أن يستبري رحمها لئلا تكون حاملا من زوجها السابق. إلا ما ملكت أيمانكم هذا الاستثناء هذا استثناء من المحصنات من النساء المحرمات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما قال سبحانه كتاب الله عليكم كتاب بالفتح منصوب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله إلزموا كتاب الله عليكم وما كتبه عليكم وما أحله لكم وما حرمه عليكم إلزموه واعملوا به. كتاب الله عليكم لما بين عداد المحرمات يصنافها قال سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم قال سبحانه أحل لكم ما وراء ذلك أي غير ما ذكر غير ما ذكر في هذه الآيات فإنه حلال من النساء تتزوج منها المسلم. وأحل لكم ما وراء أي غير ما ذكر في هذه الآيات أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم أن تتزوجوا بالمهور أن تتزوجوا بالمهور تسمى بالأجور أيضا لأنه لا بد من المهر. لا تتزوج امرأة بدون مهر فإن عقد لها بدون مهر تسمى المفوضة فيفرض لها مهر النجل ولا تحرم من المهر أبدا. أن تبتغوا بأموالكم ثم قال جل وعلا محسنين محسنين أن يكون قصدكم يكون قصدكم من الزواج إحصان فروجكم وفروج النساء اللاتي تتزوجون بهن هذا هو المقصود من الزواج الإحصان أن يحصن
الرجل فرجا وأيضا يحسن المرأة، لأن الزواج في الحلال فيه غنية عن الحرام ولله الحمد. محسنين يكون القصد هو الإحصان، ليس القصد مجرد التساهي أو غير ذلك، لما يكون القصد الأول هو إحصان الفروج عن الزنا. ولهذا قال غير متابحين، غير متابحين، والتفاح هو الزنا، سمي ارتفاعا من السفح وهو سفح الماء، سفح الماء بدون تدبير وبدون روية. فهذه الشهوة التي فيه وهذا الماء الذي فيه هذا مسؤولية، مسؤولية أين تضعه؟ هل تضعه في حلال فأنت مأجور، أو تضعه في حرام فأنت آثم ومأجور. غير متابعين، دل هذا على أن المقصود من الزواج، المقصود الأول إحصان الفروج عن السفاح الذي هو الزنا، محصنين غير متابعين. ثم قال جل وعلا منبها على وجوب إعطاء المرأة صداقها، لأنه قال أن تبتغوا بأموالكم، فقال فما استمتعتم به منهن، أي تزوجتم، استمتعتم يعني تزوجتم به منهن، فآتوهن أجورهن، أي صدقاتهن، فما استمتعتم به منهن أي تزوجتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقيل معنى قول فما استمتعتم بهن المتعة التي كانت مباحة في أول الإسلام، وهي الزواج المؤقت، كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة الفتح، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. يحرم نكاح المتعة لأنه نذر حرم في غزوة الفتح ولم يحل بعد ذلك، وهذا بإجماع العلماء إلا من شذ منه فلا عبرة بذلك، لا عبرة بمن شذ. الإجماع على تحريم المتعة وأنها نكاح باطل بعد تحريم الإسلام له. فما استمتعتم به منهن، قيل المراد الزواج وقيل المراد المتعة قبل تحريمها. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي صدقاتهن. فلا يجوز للزوج أن يمنع الصداق أو أن يمنع بعضه، لا بد من أداء الصداق لأنه حق استحل به فرج هذه المرأة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي صدقاتهن. فريضة من الله، فريضة ولا جناح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي ليس تبرعا وإنما هو فريضة على الزوج، فريضة لأن لا يتساهل، يقول أنا ما أعطيته ولا ما هو لازم،
لا لا بيضة بيضة عليه. وآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح على الزوج ولا على الزوجة. لا جناح على الزوج أن يزيد الصداقة عما فرض عليه، لا جناح أن يزيد على ذلك. ولا جناح على الزوجة أن تتسامح عن شيء من صداقها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما واسع العلم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، عليم بمصالحكم وما يصلحكم وما يشرعه لكم، فهي شريعة عن علم من الله سبحانه وتعالى حكيم. والحكمة وضع الشيء في موضعه، فالله حكيم في تشريعاته، لا يشرع شيئا، لا يحل شيئا أو يحرم شيئا إلا لحكمة، حكمة بالغة. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالعلم، ووصفه جل وعلا بالحكمة. ومن أسمائه سبحانه العليم الحكيم فيما يشرعه سبحانه وتعالى لعباده. فيجب على العباد أن يتقيدوا بما شرعه الله لهم في هذا وفي غيره، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان حليما حكيما. وبقي أيضا من المحرمات تزوج بالإمة مملوكات، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين عاما. نسأله سبحانه أن يدفع عنا كيد الكائدين، وأن يرد عنا شر الكفار والمنافقين، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، وأن نصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن يصلح بطانتهم، وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، نريد بيانا واضحا حول هذه الطائفة التي تتهم عائشة رضي الله عنها بالسوء والفحشاء، وهل يكفر ويخرج من ملة الإسلام من يتهم أم المؤمنين بالزنا؟ يا أخوان، لا تكرروا هذا الشيء،
اتركوه انتم الحمد لله لأنه غير موجود. يكفينا ما جاء في القرآن في قصة الإبك، سماه الله إبكا والإبك هو الكذب، هذا كذب ولا يجوز لنا أن نهتم به أبدا، بل نصرف النظر عنه لأنه باطل ولا نكرر ذكره عند الناس وعند العوام وعند باطل، هذا بهتان إفك. طهر الله نبيه وفراشه وطهر أم المؤمنين من ذلك في محكم التنزيل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فمن لم يتب من هذا الإفك فإنه كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين نسأل الله العافية، متهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يظلم امرأة خائنة أبدا، الخبيثات للخبيثين، خبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، طيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. حسم الله هذا الأمر، فلا كلام لأحد بعد ذلك إلا من ارتد عن الإسلام وكفر بالله عز وجل. نعم. يقول سماحة الشيخ، هل من نصيحة للذين يتكلمون في العلماء ويغتابونهم، وهل من فعل ذلك يجب أن يذهب إلى من اغتابه ويطلب منه السماح؟ الغيبة يا إخوان محرمة مطلقة جميع المسلمين، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي كذبت عليه. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب لجميع المسلمين، ولكن الغيبة للعلماء أشد، الغيبة في حق العلماء أشد لأنهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث، فهو ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز اغتيابهم. ومن اغتاب أحدا عالما أو غير عالم فقد ظلمه، فعليه أن يطلب منه المسامحة لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط إلا للمسامحة، فإن تعذر عليه أن يطلب منه المسامحة فإنه يستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم. يقول كثير من الناس نراهم يأكلون باليد اليسرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال وقال إن الشيطان يأكل بالشمال، فنرجو بيان الفوائد والحكم من هذا الحديث. نعم، من الآداب الشرعية أن المسلم يأكل بيده اليمنى ويأكل ويعطي ويسلم بيده اليمنى، فاليد اليمنى للأشياء الشريفة واليد اليسرى لإزالة الأذى والتنظيف، هكذا الآداب الشرعية. ولا يجوز للمسلم أن يأكل بيده اليسرى من غير عذر، لأن هذا
التشبه لأن هذا تشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بشماله، فنهينا عن التشبه به. وأيضا شرب رجل بيده اليسرى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أكل بيده اليسرى، أكل بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال ما استطيع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت، جاء عليه ما منعه إلا الكبر، ويستطيع لكن منعه الكبر، ورد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعا عليه الرسول فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، نسأل الله العافية، تقلبت وأصيبت فلم يستطع رفعها بعد ذلك عقوبة له. نعم. يقول ما حكم استعارة أرض الغير من أجل التقديم على صندوق التنمية العقاري لأخذ القرض ثم ردها بعد ذلك؟ هذه هي الكذب ولا يجوز الحيل ولا الكذب، ما يجوز الحيل، إن كان عندك أرض تملكها قدم طلب القرض، وإن كان ما عندك أرض فلا تملك ولا تحتاج. نعم. هل المرأة الحائضة تجلس في ساحات الحرم؟ خارج الأبواب ما في مانع، خارج أبواب الحرام ما في مانع. نعم. هل يجوز أن أصلي صلاة العشاء قصرا خلف من يصلي صلاة المغرب مقيما؟ لا، المقيم إذا صليت خلف مقيم وأنت مسافر يلزمك الإتمام، لأن حكمك حكم الإمام، هذا هو السنة. نعم. هل الأفضل لطالب العلم أثناء الشرح شرح الدرس أن يكتب أو يستمع؟ يتبع المصلحة الذي يراه من مصلحة إلى معنى، ولا يتعارض الكتابة مع الاستماع، يستمع يكتب ما في معنى. نعم. ما حكم السلام على أهل البدعة ومن يجالسهم ويماشيهم؟ يجب هجر أهل البدع بعد نصيحتهم، بعد فإذا لم يتوبوا فلا يجوز مجالستهم لأن لا يؤثر عليك، يجب هجرهم. نعم. ولكن يجب أن نعرف البدع، لأن بعض الناس ما يعرف البدع، كل من خالفه أو ما جعل رأيه فهذا مبتدع، ما هو رأيه. البدعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فما كان خلاف السنة فهو بدعة. نعم. ما هو أفضل وقت تقال فيه أذكار الصباح والمساء وما هو صحيح الوارد فيها؟ لم يحدد وقت لأذكار الصباح والمساء، إنما إذا بدأ المساء فإنك تأتي بالأذكار سواء في أول المساء أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كله في المساء، كذلك الصباح من طلوع الفجر يبدأ الصباح، يبدأ أول النهار. نعم. يقول دخلت المسجد فصليت الرافلة فهل تجزئ عن تحية المسجد؟ نعم، إذا صلى ركعتين عند دخول المسجد وإرادة الجلوس صلى ركعتين تريدها راتبة للفجر مثلا أو الظهر فإنها تجزي عن تحية المسجد، لأنه يطلق عليه أنه صلى ركعتين. نعم. يقول هل من أسماء الله الطار والرشيد والصبور؟ الصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى،
الضار لا يعني مفرد كذا الضار تقول الضار والنافع الأول والآخر والظاهر والباطن هذه متقابلة أسماء متقابلة ما تجيب واحد وتخلي الثاني نعم تقول هل هناك فرق بين المبتدع ومن عنده بدعة وهل بينهما عموم وخصوص أم لا فرق من عنده بدعة قد يكون ما ابتدعها وإنما تبع غيره فيها أما المبتدع فهو الذي يحدث هو يحدث شيء مخالف للسنة نعم يقول نريد توجيها حول قيامنا برمي عش حمام الحرم قبل وضع البيض فيه من أمام الشباك ووضع قوارير لا تمكنه من الوقوف وكذلك في بعض الشركات قامت بتصنيع وبيع حديد كالمسامير يوضع عند الشبابيك بالمنازل مخصص لمنع جلوس الحمام نهائيا وبناء الأساس أما عمل شيء يمنع الحمام من التفريق أو من البيض فلا مانع من ذلك أما بعد ما تضع العش أو تليو لا يجوز لك أنك تعتدي عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم لا ينفر صيده لا ينفر صيده فلا تنفرها بعدما تستقر تضع البيض أو العش تقرت ما يجوز تنفرها لكن قبل تضع شيء ضع شيء يمنعها مزمان نعم يقول أنا موظف حكومي ولدي تأمين طبي من التعاونية فما حكم استخدامه والأهم في ذلك بأن أقاربي يأخذون البطاقة مني وهي باسمي للعلاج أنا يقول ما حكم أنا موظف حكومي ولدي تأمين طبي من التعاونية فما حكم استخدامي لهذا التأمين والأهم في ذلك بأن أقاربي يأخذون البطاقة مني وهي باسمي يتعالجون بها أول شيء التأمين الصحي هذا لا يجوز لأنه أكل للمال بالباطل فإذا احتج إلى العلاج عالج على حساب الكافر أو على حساب الشركاء والتأمين عالج على حساب هذا أطهر لك وأبرى لجبنك ثانيا ما يجوز الكذب اذا كان عندك بطاقه تعالج لانك موظف حكومي واعطوك بطاقه تعالجها موجب النظام انك موظف الا يجوز انك تعطيها اخر من باب التجييف على انها لا ما يجوز هذا نعم هذا يتبع النظام نعم تقول عند دخولي للحرم في اوقات النهي فبعد الفجر أو بعد العصر قبل المغرب هل أصلي تحية المسجد ركعتين؟ نعم عندما أدخل للمسجد الحرام في أوقات النهي هل أصلي تحية المسجد ركعتين؟ الأحسن من الطوف طوف للبيت ثم تصلي بعد الطواف هذا هو الأحسن هذا هو الأحسن وتجمع بين مصلحتين الطواف والصلاة نعم ما السبب ولماذا لحم الإبل ناقض للوضوء؟ الله أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل وليس بلازم أننا نعلم الحكمة والعلة ما هو بلازم ننتهي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم نعم يقول سماحة الشيخ سمعنا أنكم تراجعتم عن تكفير من وقع في الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات واشترطتم إقامة الحجة للعذر بالجهل هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل هذا كذب علي ولم أتراجع إن شاء الله عن تكفير المشرك تكفير الكافر لم أتراجع عن ذلك يعني هذا تراجع عن الحق نعم تقول عندنا طفل ولد مقتولا هل يجب علينا ان نحتره؟ ما دام ليس عليه قلفه فلا حاجه هي اذا كان انما ولي ازاله القلفه واذا كانت غير موجوده فلا حاجه الى القلفه نعم تقول السائله مات زوجها وترك لها معاش وتريد ان تتزوج لكن اذا تزوجت سينقطع عنها هذا المعاش
فهل يجوز لها الزواج بدون علم السلطات؟ يعني قصد ترك له تقاعد الزوجة ما لم تتزوج، هذا نظام لا يجوز لها الكذب والاحتيال عليه، لابد من بيان الواقع. نعم. إذا قلت أصوم يوم وأفطر يوم، فهل إذا وافق الجمعة يجوز لي الصيام؟ نعم، إنما المنهي عنه فعل الجمعة، أما إذا قمتها تبع لصيامك المعتاد فلا بأس. نعم. يقول عندي مرض في بطني ويخرج مني الريح باستمرار، كان أتوضأ بعد الأذان الأول لصلاة الظهر وقبل الإقامة يخرج من الريح، فعلى هذا الحال باستمرار كذلك في الطواف، فما حكم صلاتي وطوافي وقراءتي للقرآن؟ إذا كان يخرج منك الحدث باستمرار ولا ينقطع فهذا حدث دائم، تتوضأ عند الصلاة عندما تريد الصلاة أو عندما تريد الطواف، تتوضأ ولو خرج من شيء وأن تصلي وأن تطوف لا بأس، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. يقول أثناء العبادة إذا شك الإنسان أن في عمله شيء من الرياء، هل عليه أن يعيد ذلك العبادة الصلاة؟ يترك الوسواس، هذا وسواس من الشيطان، يستمر في عبادته ولا يتفاعل مع الوسواس، فيه الشيطان يقول أنت مرعي أنت كذا تريد الرياء، يترك يستعيذ بالله من الشيطان ويستمر في العبادة. نعم. القالب العلم المبتدئ يأخذ في المسألة من جميع المذاهب الأربعة أم يتبع مذهب واحد؟ يتبع الدليل يا أخي، أول مسألة مذاهب، المذهب الذي عليه دليل من الكتاب والسنة تأخذ به، والذي ليس عليه دليل اتركه. نعم. يقول من جاء واعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عمرة أخرى ثانية وثالثة عن أقربائه الأموات، هل يجوز ومن أين يحرم؟ هل يحرم من مكة؟ يجوز الجواز، يجوز تكرار العمرة، ولكن الأحسن لمن كان في الحرم أن يبقى في الحرم ولا يخرج من الحرم لأجل العمرة، بقاؤه في الحرم وصلاته في المسجد الحرام، طواف بالبيت، الاعتكاف المسجد الحرام أفضل من التكرار، أفضل من تكرار العمرة، ولكن إذا فعل هذا فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل أن لا يفعله، ولا يحرم من مكة بالعمر، لا يحرم إلا من الحل خارج الحرم، من التنعيم، من الجعرانة، من حدود الحرم. نعم. يقول هل ورد حديث أو نص بأن الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ ورد حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء واستجيب له، استجيب له صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا المسلم في يوم الأربعاء وفي غيره فإن الله يستجيب له إذا دعا الله مخلصا له الدين وبنية صالحة واستحضار قلب. نعم. يوم الأربعاء وغيره. نعم. يقول بماذا تنصحون من اضطري بالنظر إلى النساء من غير المحارم؟ أولى إلى الله، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا الذي أمرك الله به، أن تغض عن النساء ولا تتابع النظر إلى النساء، هذا حرام. نعم. ما حكم هجر بعض الأقارب الذين لدي علم يقينا بأن لديهم منكرات وقد يأتي منهم الأذى والإساءة؟ عليك بنصيحتهم أولا، تنصحهم، فإذا لم يمتثلوا وبقوا على المعاصي والمخالفة وفي هجرهم مصلحة أن يرتدعوا هجرهم، أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فلا تهجرهم، ولكن استمر في المناصحة. نعم. نعم.
ما الذي يجب على الإنسان فعله إذا كان قد تعرض للحسد؟ التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويدعو بالبركة للمحسود. نعم. رجل طاف حول الكعبة للعمرة ثم توجه إلى السعي دون أن يصلي ركعتي الطواف، فتذكر وهو في المسعى، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، يستمر في السعي وليس عليه شيء، لأن الركعتين بعد الطواف سنة ليست واجبة. نعم. ما حكم المرور من أمام المصلي في الحرم؟ هذا للضرورة، للضرورة لا بأس. نعم. كنت أتحدث مع زوجتي في الجوال وفي لحظة غضب طلقتها طلقة واحدة وأنا في مكة وهي في اليمن، فما الحكم؟ هل يقع؟ طلاق يقع، إذا طلقتها وقع الطلاق، لو كانت في اليمن أو في الشام أو في أي مكان، إذا تلفظت بالطلاق وقع. نعم. هل ورد حديث بأن الدعاء بين الحجر الأسود وباب الكعبة مستجاب؟ نعم، هذا الملتزم، هذا الملتزم ما بين الركن والباب يقف المسلم فيه ويدعو الله، ورد انه مظنة الإجابة. نعم. ما معنى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هل هو طلاق رجعي؟ إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني عرضتم عن الزوجة التي عندكم وطلقتموها لتتزوجوا من بدلا فلا بأس بذلك، ولكن لا تأخذ من صداق الأولى شيئا، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، سبق تفسير هذه الآية. نعم. ما حكم تغيير الليل أثناء صلاة النافلة؟ إلى أين؟ تغيير النية، نية النافلة إلى نافلة أخرى لا مانع، أما تغيير النية النافلة إلى فريضة لا، ما يقلب النافلة إلى فريضة لا يجوز. أما القلب الفريضة إلى نافلة أو النافلة إلى نافلة أخرى لا مانع من ذلك. نعم. يقول هل زوجة الابن تحرم لمجرد العقد أو تكون شرط من زوجة الابن تحرم، تحرم لمجرد العقد، تحرم على أبي الزوج، تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، مجرد العقد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.